من خلال الاستفتاء نريد إيصال رأي شعب كردستان إلى العالم أجمع. سنناقش ونتحاور مع الحكومة الاتحادية ومع جميع الأطراف الأخرى، فالوصول إلى تفاهم مشترك ليس فقط في مصلحة شعب كردستان، بل سيصب في مصلحة الشعبين الكردي والعربي وجميع الشعوب المتواجدة في المنطقة. مسألة الاستفتاء هو شأن داخلي، فالكرد وحدهم من يستطيعون معرفة مصالحهم، والعلاقات بين العراق وأقليم كردستان شأن داخلي أيضا. وقد قال لي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأننا نتفهم مطالب الكرد ولسنا ضد هذه المطالب بإجراء الاستفتاء.